قبل ما بشكرك ودايما بنشكر حضرتك. حضرتك كنت لا تحت خلال امرك، اتفضل. سنوات طويله يعني المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه، وكنت دائما مع سياده الرئيس في كل شيء، المشروعات والانشطه وداخليا وخارجيا وفي سنوات. عايز حضرتك شهاده من حضرتك تاني، شهاده من حضرتك خلال فتره سيادتك عملت فيها في رئاسه. الحقيقه اولا يعني ده كان شرف كبير جدا، فضل من ربنا سبحانه وتعالى، وشرف كبير جدا ان يكون ان اي حد بجانب السيد الرئيس ان يكون رئيس الجمهوريه هو السيد الرئيس عبد الفتاح. شرف كبير. كم العمل اليومي في مؤسسه الرئاسه لا احد يتخيله. الاجتماعات ثلاث اربع اجتماعات، الاجتماع بيدوم بالست والسبع ساعات، وهناك اجتماعات والله يعني استمرت لتسع ساعات، في اجتماعات كانت من 9 الصبح لغايه 6 بعد الظهر. في كل مناحي الحياه في مصر، في كل بقعه من ارض مصر يا احمد بيه، في كل وزاره وفي كل محافظه. اللي رايته وعثرته، ودي شهاده امام الله وامام التاريخ، اللي عثرته على مائده السيد الرئيس في الاجتماعات، كل تفاني في العمل، دقة متناهية لمتابعة أدق التفاصيل التنفيذية على أرض الواقع. الموضوع بيتم متابعته سواء كان مشروع ضخم أو صغير أو مرة واثنين وثلاثة في الشهر الواحد بيتم طرحه، بيتم متابعته بعدها بأسبوع، بعدها بأسبوع الثاني تم إيه متابعة حثيثة ودقيقة جدا، بكل إخلاص، بكل تفاني، بكل تجرد، بكل شرف، وبكل أمانة، وبكل حب للوطن. دي شهادة أنا أحاسب عليها، والنتائج واضحة. يعني أنت النهاردة لما سيادتك بتشوف المشروعات القومية الكبرى اللي موجودة، يعني الأمور دي ما بتتمش كده. يعني حضرتك لاحظت فيه يعني في ملحوظة، هل حضرتك مرة لاحظت أنه كان في مشروع وضع حجر أساس؟ لا، لم يتم. كل المشروعات كان بيتم افتتاحها، صح، ما شفناش مناسبه اللي هو يعني الاسلوب المعتاد القديم وضع حجر اساس وربنا يوفقكم وخلاص. لا، انا ما حصلش هذا الكلام. سيادتك كنا بتشوف الافتتاحات، صحيح، افتتاحات واقع امام مصنع موجود، مجمع تكسير الكربون والهيدروجين لوزاره البترول، مصنع اسمده ضخم يصدر للعالم، مجمع الرخام، مدينه بتفتح، مجمع الاسكان الاجتماعي، الاسمرات، الاسكان الاجتماعي، الدلتا بشاير الجديدة، الخير والدلتا الجديده، بشاير الخير وتشكى، كلها امور كانت بتتصور في الواقع امام الناس. ده ما تمش وضع حجر ولسه هنشوف بقى ونتابع وكمان سنين. نعم، لا دي كلها. فما رايته يعني انا ما اقدرش الخصه في مداخله، لا طبعا في 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 بجد يعني، لان كتير جدا. وانا الحقيقه بعتبر نفسي يعني كنت محظوظ جدا ان انا في هذه الفتره، لانه اضافت لي على المستوى الشخصي خبره كبيره جدا جدا جدا، ان برى كيفيه اداره حكيمه جدا وواعيه جدا ودقيقه جدا. يعني انا بعيد على موضوع الدقه دي، لانه الامور كان بيتم متابعتها على مدار الساعه وبشكل متوالي، مش مجرد موضوع بيتفتح وبيتم مناقشته وبعد كده يتم فتحه بعديها بشهور طويله. لا، المواضيع كانت على طول. لما حضرتك بتشوف الاجتماعات في رئاسه الجمهوريه، ثلاث اجتماعات، اجتماعين، اربع اجتماعات مع جميع الساده الوزراء ومسؤولين من دون المستوى الوزاري، ده ما بيحدثش في العالم. يعني ده انا هنا موجود في اوروبا وموجود في وخدمت في دول كتير، محدش بيعمل كده تقصد. لا لا، لم ارى هذه الانشطه الرئاسيه ابدا. اي حد يطلع يكلمني انا مستعد للنقاشات والحكاوي. يعني يعني اي مفيش في العالم نشاط رئاسي يومي على مدار الساعه بهذا الشكل خالص، ما نهائيا. يعني المؤسسات الرئاسيه في العالم بتوجه وممكن من بعيد وتحط خطوط عامه وخلاص، لكن مش الدخول في التفاصيل، تفاصيل بدقه متناهيه وبذاكره حديديه، وكل جنيه بيتصرف، بكل جنيه بيتصرف طبعا. شيء مهم جدا. نعم. فيعني دي يعني انا ان شاء الله يبقى لي الحظ كده ونبقى ان شاء الله حضرتك نخش في تفاصيل اكثر، لان الموضوع اكبر بكتير قوي طبعا، ان الواحد يتكلم في مداخله في دقائق بسيطه.
لكن بكرر تاني، ان بكرر تاني انه كان شرف كبير جدا ليا الحقيقه، وتعلمت منه الكثير يعني عن قرب مدى التجرد ومدى الاخلاص والتفاني تماما في العمل من 7 صباحا كل يوم الى المساء يوميا، حتى يوم الجمعه كنا بنعمل فيه. وبكل هقول لحضرتك حاجه والله، بكل سعاده وبكل فخر وبكل امتنان، كلنا بنقدم هذا الدور لوطننا الغالي مصر. والحقيقه يعني السيد الرئيس شخصيه يعني ملهمه يعني، وشخصيه كلها طاقه ايجابيه، واي حد بيقرب منه يعني بيستلهم منه هذه الطاقه وبتدفعه للامام دايما. سفير بسام راضي، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا.